اليوم اللي رايحين نعمله بيختلف شوي عن البروسيجر اللي موجود بالدوسيه، لانه رايحين نبدا باندوميتاسين باودر اللي رايحين ناخذه من هاي الكبسوله. هاي الكبسوله فيها 25 ملي جرام اندوميتاسين. احنا كنا حضرنا هون سوليوشن فيه 97 ملليتر ديستيلد ووتر، 3 ملليتر 0.1 نورمال صوديوم هيدروكسيد سوليوشن. فاذا هذا وصف قاعدي الكلاين سوليوشن. هلا راح نذوب المحتويات الكبسوله هاي جوا السوليوشن، في جزء راح يذوب، في جزء اللي هي الاذر اكسبيانتس اللي موجوده في الكبسوله ما راح تذوب. بنحركها لخمس دقائق حتى تذوب كميه كافيه من الدواء، وبعدين بنعمل فلتريشن. بينزل عندي هون اللي هو المفروض سوليوشن يحتوي على الاندوميتاسين، ما بيهمني الانيشال كونسنتريشن لانه راح اقيس الابزوربنس، وبعدين بنشوف كيف التركيز بيتغير مع الوقت حتى ناخذ فكره عن شكل البروفايل اوف ديجريديشن للاندوميتاسين. فالانيشال كونسنتريشن ما بيهمنا نبدا فيه بالضبط يعني بتركيز معين، لانه راح نقيس الابزوربنس، واول ابزوربنس نقدر نعمل بعدين اكسترابوليشن للانيشال كونسنتريشن من شكل البروفايل اللي بيطلع عندنا. فاذا الان بنذوب الكبسوله، انا بفتحها انا هي هاي الكبسوله كامله، نحرك ل 5 مينتس، نحاول نذوب اكبر كميه ممكنه من الاندوميتاسين بهذا السوليوشن، وبعدين نعمل فلتريشن.